السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبابي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي العام. أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية مع مستر محمد درويش. النهاردة هنكمل مع بعض يونت 2 ونشوف جزئية الجرامر اللي موجودة في المنهج بتاعنا ونحاول نستفيد منها ونحل ونعمل براكتس وما ننساش إن يونت 1 اللي هي staying healthy، إزاي نحافظ على نفسنا ونكون أصحاء وبصحة جيدة. النهارده هنتعلم مع بعض عن الاوبليجيشن والنسيسيتي، الضروره والالزام، ونقدر نفرق ما بينهم ونشوف ازاي اقدر استخدمهم بشكل مختلف واقدر احل عليهم كمان بطريقه نموذجيه ان شاء الله. نشوف مع بعض اول حاجه في درسنا النهارده وهو الاوبليجيشن، وازاي اقدر استخدم الاوبليجيشن في زمن المضارع البسيط. عندي بستخدم have to، has to، must، have got to، has got to، need to، needs to، كل ده بمعنى يجب أن، أو it is necessary for شخص ما to، كأنه من الضروري بالنسبة لشخص أن يفعل شيئا معين. نشوف بعض الأمثلة كده مع بعض ونحاول نفهم أكثر عنها. I have to study hard يعني يجب أن أذاكر بجد، ما قداميش اختيار تاني، أنا طالب مجتهد عاوز أتفوق، I have to study hard يجب أن أذاكر بجد. My friend has to study science to be a doctor، صديقي يجب أن يدرس العلوم كي يصبح طبيبا. أول جملة قلت I have لأن الـ I بتاخد have، الـ I بتاخد have، لكن لو عندي he و she و it أو singular زي my friend هيستخدم معاها has to plus infinitive، تبقى my friend has to study science to be a doctor. عندنا مدرسة، عندنا شغل، عندنا أي شيء ملتزمين بيه في حياتنا، يبقى we must be on time يجب أن نكون في موعدنا، زي ما احنا شفنا في have to جبنا study و has to برضه study و must جبنا برضه be، فبيجي دايما verb من غير أي إضافات. في عندي حاجة كمان اسمها have got to بمعنى يجب أن، they have got to clean the kitchen يجب عليهم أن ينظفوا المطبخ. ولو كنت بستخدم فعل مفرد يبقى she has got to يجب عليها، she has got to tidy up her room يجب أن تنظف حجرتها. I need to hurry يجب أن أسرع، عندي مشوار فمحتاج أخلص، I need to hurry يجب أن أسرع. Need مع I و we و you و they زيها زي have، I need to hurry means I have to hurry means I must hurry، لكن he و she و it بياخد S تبقى he needs، he needs to do his homework يعني it is necessary for him to do his homework. استخدام كلمة for مع كلمة him بعبر هو ضروري بالنسبة لمين؟ It is necessary for my friend to study science. It is necessary for me بالنسبة لي أنا to study hard. يبقى على حسب الـ subject اللي أنا عاوزه يعمل الحاجة، فبيجي بعد for في شكل object، الشخص ده هو اللي ضروري يفعل هذا الفعل. It is necessary for to، ضروري بالنسبة لهذا الشخص أن يفعل هذا الشيء. زي ما شايفين قدامنا It is necessary for him to do his homework. ورقة وقلم وكوباية الشاي بتاعتك وتعالى بينا نشوف أمثلة أكتر في الماضي ونشوف إزاي هنستخدمها مع بعض. الأوبليجيشن في الماضي بستخدم معاه had to. had to بمعنى اضطر أن أو كان يجب أن أفعل شيئا في الماضي. had to. زي ما أقول I had to take a taxi as my car broke down yesterday. اضطررت أن أركب تاكسي لأن سيارتي تعطلت بالأمس. دي ضرورة في الماضي. كذلك ممكن أستخدم needed. needed to. I needed to take a taxi. need مش معنى احتاج. need برضو معنى اضطر لأني بتكلم على obligation الضرورة in the past. I needed to take a taxi as my car broke down. فسواء استخدمت had to plus infinitive أو استخدمت need to plus infinitive الاثنين عزيزي الطالب بمعنى كان يجب علي فعل شيء في الماضي أو اضطررت إلى فعل هذا الشيء في الماضي. طب لو عاوز أعبر عن ضرورة في المستقبل، أنا مضطر أعمل حاجة معينة in the future،
ساعتها هستخدم will have to. تاني استخدم ايه؟ will have to. They will have to get tickets to watch the match. عاوز يتفرجوا على المباراة؟ اشتروا تذاكر. يبقى they will have to plus infinitive. يجب عليهم أن يشتروا تذاكر. بفعل get من غير إضافات بعد have to. They will have to get tickets to watch the match. هي لما أقول will need to. They will need to get tickets to watch the match. حد هنا جميل جدا. طب ما تيجوا نكمل مع بعض نشوف more examples to help us know more about obligation and necessity. هنشوف أمثلة من خلالها هنقدر نستعرض ونعرف يا ترى إيه هي استخدامات الضرورة مع must والكلمات التي تساويها سواء في المضارع أو في الماضي أو في المستقبل، والأمثلة هتوضح لنا حاجات كتيرة جدا جدا جدا. يلا بينا. بيقول لك he has to be at work at 8 o'clock. استخدام has to هنا يعني بيلزم نفسه ان هو يكون موجود في الشغل. امر مفروض، قواعد عامة، لوائح، ما عندوش اختيار فيها. He has to be at work at 8 o'clock. لو راح بعد 8 هيتأخر او هيتغيب. فانا بستخدم has to او have to لما يكون الامر بالنسبة لي ما فيهوش اختيارات. تاني، استخدام ال has to او have to لما يكون الامر مفروض على الشخص، ما عندوش اي اختيار. زي ما اقول له you have to drive on the right. يجب ان تقود سيارتك على اليمين. هل هو عنده اي اختيارات ان هو يسوق على الشمال او يمشي في المخالف؟ طبعا لا. ما عندكش اي اختيار تاني. دي قواعد عامة ولوائح. مثال تاني you have to wear your uniform. You have to wear your uniform. يجب ان ترتدي زي المدرسة الموحد. طبعا الطالب اللي بيلبس لبس مخالف بيبقى عامل حاجه غلط، فالطبيعي ان كل الطلبه have to wear، يجب عليك ان ترتدي اليونيفورم. مثال تاني we have to go to school on time. المدرسه لها مواعيد، سواء فتره صباحيه او فتره مسائيه، انا عندي ميعاد ملتزم بيه، ما ينفعش اروح بمزاجي بعد الحصه الاولى ما تبدا. ف we have to go to school on time. بنفكر بعض تاني ان احنا قلنا has to او have to ليس لدينا اختيار فيها. مدرسة بقى، مكتبة، قوانين مرور، قواعد عمل، كل دي اشياء ليس لدينا فيها اي اختيار. مثال تاني بيقول لنا you have to show your passport when you leave the country. You have to show your passport. يجب ان تظهر الباسبور بتاعك عند مغادرتك الدولة. ما ينفعش تسافر كده مع نفسك، خارج من دولة لدولة يبقى لازم يكون معاك الباسبورت، وتطلعوا الباسبورت قدام مصلحة الجمارك أو الجوازات. You have to show your passport when you leave the country، عند مغادرة الدولة. مثال تاني وضح لك أكثر عن الحاجات المفروضة علينا أو التي ليس لدينا اختيار فيها، بس في الماضي هنا أقول إيه؟ He had to take a taxi because he was late. هو اتأخر والجو بالنسبة له متأخر، ففي ضرورة ملحة، ولكن الضرورة هنا في الماضي، عشان كده استخدمنا had to برضه plus infinitive. ما ينفعش اقول he had to take a taxi، لا he had to take a taxi. He had to take a taxi، كان يجب عليه ان ياخذ تاكسي، برضه ضرورة، الوقت متأخر وما ينفعش ياخدها مشي وما فيش مواصلات عامة. مثال آخر يوضح لنا الضرورات، زي ما قول حسن needs to go to the bank after he finishes work. حسن needs to، هو في محتاج يطلع الفيزا بتاعته أو في عنده تحديث بيانات، فمضطر يروح البنك بعد ما يخلص شغل. حسن needs to go، وneeds هي اللي خدت اس عشان حسن مفرد، لكن في جميع الأحوال بعد have to، has to، had to أو need، وneeds بيجي to plus infinitive. اوكي يبقى كمان مره عزيزي الطالب، احنا بنستخدم has to او have to لما اكون بتكلم عن قواعد عامه، لوائح، مدرسه، مكتبه، قوانين مرور، وشيء ليس لدي فيه اختيار. الله، طب يا مستر ما انت من شويه حضرتك قلت انه ينفع استخدم must. ينفع استخدم must برضو احيانا، بتساويهم في بعض الحاجات، لكن لو الامر ما فيش لك اختيارات
ما ينفعش تقول في must. يعني مثلا لما أقول drivers must drive on the right، السواقين يجب أن يقودوا على اليسار. أنا حددت الشخص بعينه وبتكلم بصفة عامة. لكن have to، أنا بحدد الموقف، بحدد الشخص اللي مضطر يعمل هذا الحدث. طب نشوف مع بعض استخدامات لـ must. Drivers must wear seat belts. أنا ما حددت الشخص بعينه، بتكلم على السواقين بصفة عامة. يجب أن يرتدوا حزام الأمان. هنا بتكلم على قوانين وقواعد عامة زي have to أحيانا، ولكن هنا على الكل مش على شخص معين. طالما بتكلم على drivers يبقى must wear. طب أقول لك you، أنت. You must wear a seat belt when you drive your car ولا you have to wear؟ لا، طالما بحدد لك أنت وليس لديك اختيارات يبقى you have to wear. لكن بتكلم in general يبقى must. اتفقنا؟ ونركز حاجة كمان، إن must بيجيش بعدها to. must من غير to. must infinitive بعدها مباشرة without to. drivers must wear seat belts. من ضمن استخدامات must إن أنا أستخدمها عشان أعبر بها عن نصيحة قوية strong advice. ليه صديق مدخن فبقول له you must stop smoking. هي تشبه شد ولكنها أقوى في النصيحة والتعبير. You must stop، يجب أن تقلع أو تتوقف عن. You must stop smoking. وكمان بستخدم must لما يكون الأمر بالنسبة لي نابع من جوايا وفي مشاعر في الموضوع. فأقول you must remember to drive on the left. افتكر إنك تسوق على الشمال. يبقى هنا أنا هسرع وهاخد الطريق السريع. ففي لين محددة اللي بياخد السرعة ما ينفعش يمشي ولا على اليمين، فيقول لك يو ماست ريمبر، يجب أن تتذكر هذا الشيء. طيب نشوف كده مع بعض الأمثلة اللي جاية ديت، وهتلاقي كلها موجودة بوي أو باي. وي ماست تيل ذا تروث، يجب أن نقول الصدق. I must visit my grandparents more often، يجب أن أزور جدي وجدتي غالبا. We must buy a present for Alice's birthday. هنا الأمثلة اللي قدامنا دي كلها. I must work hard for the exams next week. بتعبر عن شيء أنا اللي شايفه جوايا، مشاعر وأمنيات، إحساس قوي بضرورة فعل الشيء. لما أقول we must tell the truth، يجب أن نقول الصدق. إحساس قوي داخلي إن ما ينفعش إن إحنا نكذب. ما ينفعش خالص عزيز الطالب وعزيز الطالبة إن حد فينا يكذب أبدا مهما حدث. طبيعي انك دايما بتقول الصدق، فده احساس نابع من جواك انت اللي بتعبر بيه عن الشيء اللي انت محتاجه. فبتقول ايه؟ بتقول we must tell the truth، يجب ان نقول الصدق. احساس ضروري ملح داخل الشخص هو اللي شايف الحاجه دي. I must visit my grandparents more often، يجب ان ازور جدي وجدتي كثيرا. مين اللي ألزمني؟ مفيش حد، بس انا شايف بضروره ان انا ازورهم. انا الزمت نفسي بحاجه زي كده، انا اللي محتاج ازور جدي وجدتي. I must visit my grandparents more often. We must buy a present for Ali's birthday، يجب ان اشتري هديه لعلي. مين الزمك بكده؟ مفيش. فده من وجهه نظر المتكلم اللي هو وي، احنا حاسين بمشاعر معينه تجاه علي فعاوزين نشتري له هديه، ان الشيء ده مهم بالنسبه لنا احنا. عشان كده دايما هتلاقي في الحالات دي الضمير بتاعك وي او اي. I must work hard for the exams next week. لا، انا كان مضطر اذاكر عشان خاطر المهام الادائيه والاسئله والاختبارات الفورماتيف اللي هتقابلني الاسبوع الجاي، انا محتاج اذاكر كويس. I must work hard for the exams next week. مين الزمك؟ أنا شايف إن من وجهة نظري صح إن أنا أذاكر. هذا شيء بالنسبة لي ضروري. أوكي؟ طيب، إيه تاني؟ استخدام must. ولكن must المرة دي مع شيء قوي. دعوة حارة، عزومة، بعزم حد على حاجة، بدعي حد الحاجة، فبقول له you must come to my party tonight، يجب أن تأتي إلى حفلة اليوم. في مشاعر صادقة، أنا عاوز صديقي يوصل الحفلة بتاعتي النهاردة. You must try a piece of my cake، تبدو قطعة من الكيك، أنا عاملها لك مخصوص.
يبقى هنا في صدق في النية في المشاعر وانت بتقدم الدعوة للصديقة. فاستخدام must هنا ليس ضرورة ولكنه دعوة حارة. اتفقنا؟ طيب هل must لها بدائل؟ طبعا زي ما اتفقنا انا ينفع اقول must او it is necessary، ضروري بالنسبة لهذا الشخص ان يفعل هذا الشيء. It is necessary for فلان ان يفعل هذا الشيء. طب ما تيجي نشوف كده بعض الحاجات بقى اللي بيسموها lack of necessity. lack of necessity يعني عدم الضرورة، يعني انا مش مضطر اعمل الحاجة دي. لما اكون مش مضطر اعمل حاجة بستخدم ايه؟ قلنا تاني اسمها مع بعض كده lack of necessity. lack of necessity عدم الضرورة، فهستخدم don't have to أو doesn't have to. أوكي؟ طيب يلا بينا ننتقل للشرح اللي جاي ونشوف مع بعض إيه اللي إحنا محتاجينه. lack of necessity. أنا ممكن أستخدم doesn't have to اللي بتساوي needn't، بس needed ما بتاخدش to، اللي بتساوي doesn't need to، وكلهم هيجي وراهم verb من غير أي إضافات. She doesn't have to wear أو to buy more dresses. هي عندها فساتين كتيرة فمش مضطرة تشتري. She needn't buy more dresses. She doesn't need to buy more dresses. واستخدامي هنا ال doesn't لأني بتكلم على she. She doesn't. هي لا يجب عليها فعل هذا الشيء. طب لو بتكلم على نفسي I تبقى I don't have to أو I needn't. needn't ما بتتغيرش سواء مع singular أو مع plural. دايما needn't زي ما هي. needn't مش بتتغير. معناها ليس من الضروري أن. She doesn't have to buy more dresses. ليس من الضروري أن تشتري فساتين كثيرة، ولو اشتريت مفيش مشكلة. She needn't buy more dresses. She doesn't need to buy more dresses. مثال تاني يوضح لي lack of necessity. نقص الضرورة أو عدم وجود ضرورة في شيء ما. My father doesn't have to work today because it is a holiday. بابا مش مضطر يشتغل النهاردة لأن النهاردة أجازة. طب لو هو حب يشتغل مع نفسه وجاي شغله عادي، محدش هيقول له لأ. طبعا بنفس الطريقة اللي احنا اتعلمناها مع بعض، أنا ينفع أحذف doesn't have to وأستخدم needn't، تبقى my father needn't work today because it is a holiday. ينفع أقول my father doesn't need to، بمعنى ليس من الضروري له أن يعمل اليوم. مثال كمان يوضح لي lack of necessity. She isn't late for school so she doesn't have to hurry أو she needn't hurry. هي مش متأخرة على الشغل بتاعها. إيه نتيجة عدم التأخر دوت؟ She doesn't have، هي مش مضطرة to hurry أو she needn't hurry. زي ما اتفقنا إن needn't دايما بيجي وراها verb من غير to، بمعنى ليس من الضروري، ليس من الضروري أن تسرع، تتمشى براحتها، مش محتاجة تاخدها جري أو بسرعة. In some countries، في بعض الدول، children don't need to wear school uniforms. في بعض الدول، الأطفال مش مضطرين يلبسوا uniform. Don't need to، ليس مضطر. Wear، يرتدي. Don't need to wear، غير مضطرين ان يرتدوا السكول يونيفورم. وطبعا ينفع احذف don't need to واحط مكانها needn't. In some countries children needn't wear needn't من غير اي اضافات بعدها ومن غير اس مع المفرد او مع اي ضمير. ينفع اقول don't have to، يعني don't need to هي هياها don't have to. In some countries children don't have to wear school uniform. طيب عايزين بقى نركز في الحته اللي جايه دي جدا. لماذا اعبر عن عدم وجود ضروره في الماضي؟ في الماضي انا ما كنتش مضطر اعمل حاجه. بس يا ترى
الحاجة دي عملتها ولا ما عملتهاش؟ ما كنتش مضطر تفعل هذا الشيء بس فعلته كده من نفسك عادي، ولا ما كنتش مضطر فكبرت دماغك ما عملتوش؟ هنفهمها مع بعض من خلال مثال عملي هيوضح لي الجملة والفهم بتاعي. لما أقول I didn't have to do the shopping yesterday, my brother did it. I didn't have to، لم أكن مضطرا على فعل شيء. ما كنتش مضطر أتسوق، أخويا كان بالدور ده بدالي. فمعنى كده أنا اتسوقت ولا لأ؟ لأ. I didn't need to go to school yesterday, it was a holiday. ما كنتش مضطر أذهب إلى المدرسة امبارح لأنه كان أجازة. I didn't need to go to school yesterday. ما كنتش مضطر أن أذهب إلى المدرسة امبارح لأنها أجازة. فأنا كنت قاعد في البيت ليه؟ لأن امبارح كان أجازة. طيب شوف كمان مثال. You needn't have brought your umbrella. It's not going to rain. ما كنتش مضطر تحضر معاك الأمبريلا. الله! المرة دي استخدمنا needn't بس بعدها have brought. needn't have مع ال past participle. إيه الفرق؟ إحنا اتفقنا في ال present إن لما أجي أنفي وأقول إن الحاجة دي مش ضروري فبستخدم don't need to، don't have to أو needn't، ومفيش فرق ما بينهم. لكن في ال past في فرق واضح في الاستخدام ما بينهم. didn't have to هي هيها didn't need to. ما كنتش مضطر أعمل حاجة فما عملتهاش. I didn't have to do the shopping. ما كنتش مضطر أتسوق. خلاص فما تسوقتش. I didn't need to go to school yesterday. ما كنتش مضطر أروح المدرسة فغبت. أو كده كده كان أجازة فما رحتش. لكن needn't have مع ال past participle ما كنتش مضطر تعمل حاجة بس أنت عملتها. هما بيستغربوا أنت جبت معاك الشمسية ليه؟ You needn't have brought your umbrella. It's not going to rain. أنت ما كنتش مضطر تجيب معاك الشمسية لأن الجو مش هيمطر. الجو لسه جميل فمش محتاج الامبريلا بتاعتك في حاجه. خلاص؟ طب معلش نفهمها بشكل تاني يمكن يكون في بعضنا مش مستوعب الحته دي. I didn't have to buy more bread. انا ما كنتش مضطر اشتري خبز. معناها ايه؟ معناها ان I didn't buy، انا ما اشتريتش because we have عندنا. لكن لو قلت I needn't have bought more bread معناها I bought bread، أنا اشتريت بس ما كانش ضروري. تاني تاني ونفهم الحتة دي كويس. استخدام didn't have to أو استخدام didn't need to الاتنين زي بعض. استخدام didn't have to أو didn't need to الاثنين زي بعض، ما كنتش مضطر اعمل حاجه فما عملتهاش. I didn't have to buy more bread. انا ما كنتش مضطر ان اشتري خبز. نفهم كده ان I didn't buy، انا ما اشتريتش البريد. البريد مكانه انا ما جبتوش. لكن I needn't have bought more bread، ما كنتش مضطر اشتري بس انا اشتريت. I bought، ايوه انا اشتريت بريد. مع ان it was not necessary، مع ان ما كانش ضروري لان احنا عندنا، بس انا صممت ان انا اشتريه او حبيت ان انا اشتريه بزياده. يبقى ده الفرق ما بين didn't have to او needn't have past participle. طيب لو انا الموضوع مش مجرد مش ضروره، لا ده ما ينفعش يتعمل اصلا، ساعتها بقى مش هستخدم لا don't have to ولا didn't have to ولا needn't خالص. هستخدم mustn't. و mustn't معنى لا يجب، ممنوع، غير مسموح. غير مسموح لأن في قواعد وفي قوانين مضطر أتبعها، لأني لو خالفتها هتعرض للعقاب. و mustn't بتساوي be not allowed to، يعني غير مسموح بكذا. وقلنا بي اللي هي ام واز وار. بي forbidden to برضه بمعنى ممنوع، او بي banned او بي prohibited كل ده بمعنى ممنوع او محرم، او it's against the law to انه ضد القانون.
يبقى كل ده بمعنى لا يجب، شيء مش مسموح لي ان انا اعمله، لان فعله فيه ضرر هيترتب عليه عقاب، ما ينفعش اخالف. اوكي، وينفع كمان استخدم نو مع الاي ان جي، زي ما نقول نو باركينج، ما تركنش سيارتك، يعني يو mustn't بارك، يو mustn't بارك هير، ما تركنش السياره هنا، اللي يقصد بها ايه؟ نو باركينج هير، ممنوع انك تركن السياره هنا. يو mustn't بمعنى نو بلس اي ان جي. اوكي، يبقى تاني كمان مره، يو mustn't بارك هير بتساوي ايه؟ ها، اكسلنت، نو باركينج. طب حد يعرف يقول لي حاجه كمان من اللي احنا لسه واخدينها حالا مع استخدامات mustn't وبتساوي mustn't؟ اكسلنت، بس تشيك بوكس، ما شاء الله اجابات كلها ممتازه ونموذجيه. يبقى هنا يو mustn't بارك بتساوي نو باركينج ايكوالز it is not allowed to park here او you are forbidden to park here، انت ممنوع تركن هنا. يبقى دي كده الامثله بتاعتنا. ونركز ان احنا قلنا بنستخدم am و is و are لما نكون بتكلم عن verb to be، مكان allowed، not allowed بيجي معاها ها excellent verb to be، وهنا verb to be اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو عباره عن am و is و are. اوكي، طيب بسرعه كده نفتكر احنا خدناه قبل ما نعمل practice مع بعض. احنا النهارده اتعلمنا مع بعض ال obligation وال necessity. قلنا ان احنا بنستخدم must اللي بتساوي have to او has to او need to لما اكون بتكلم عن ضروره بصفه عامه. You must help at home. You need to help at home. You have to help at home. كل دي إجابات مظبوطة. ولكن بنستخدم فرق ما بينهم لما قلنا have to أو has to، لما يكون أنا أمر بالنسبة لي ما فيش فيه عندي أي اختيارات، ما فيش فرصة للترفيه، مضطر نعمل هذا الشيء، فالشيء ده بالنسبة لي ملزم، فما ينفعش ان انا اغير فيه او احط اي اختيارات مختلفه، استخدم هاف تو. وقلنا كمان اني بستخدم ماست لما اكون بعبر عن دعوه حاره، بعزم حد على حاجه اقول له يو ماست كام تو ماي بارتي، يجب ان تاتي الى الحفله لاني انا محتاجه يجي الحفله عندي، او ان انا اقول لحد نصيحه قويه على فعل شيء فبقول له يو ماست هيلب، You must stop smoking، يجب أن تقلع عن التدخين، لأن هنا أنا بنصحه بحاجة عايز إن هو ما يعملهاش، فتبقى نصيحة قوية. كذلك اتعلمنا مع بعض لما أجي أقول إن في حاجة مش ضروري تتعمل بستخدم don't have to أو بستخدم needn't. بستخدم don't have to أو بستخدم needn't، وكذلك didn't في الماضي، didn't have to أو needn't have مع الـ past participle. لكن قلنا في فرق كبير جدا 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 ما بينهم، ألا وهو إن لو أنا استخدمت didn't have to زائد المصدر، يبقى أنا بتكلم عن حاجة ما كنتش مضطر أعملها بس عملتها. ولو أنا استخدمت needn't have past participle، يعني شيء ما كنتش مضطر أعمله بس عملته. وأخيرا ختمنا مع بعض باستخدامات mustn't، وقلنا mustn't بستخدمها مع نصيحة قوية إني مش عاوز حد يعمل حاجة معينة، you mustn't smoke again، you mustn't waste your time، لا يجب أن تضيع وقتك، فدي كلها نصائح باستخدام mustn't. وكمان ممكن إن أنا أستخدم mustn't مع القوانين وكل ما هو ممنوع ويترتب عليه المخالفة. أوكي؟ طب يلا بينا نعمل براكتس ونشوف مع بعض الجزئيه دي. لما اقول لك poor Hani go to hospital yesterday after he hurt his hand. هاني مسكين اضطر ان هو يروح المستشفى امبارح لانه hurt his hand، جرح يده. must ولا has to ولا had to ولا needn't؟ طبعا الاجابه الصحيحه هنا تبقى had to. ليه استخدمنا هاتو؟
لأني بعبر عن شيء ضروري في الماضي لأني عندي yesterday. أوكي؟ شوف مثال ثاني لما أقول when you go to Alexandria عندما تذهب إلى اسكندرية you visit the library. It's amazing. ترى الصح هنا have to ولا must will ولا need. الذهاب إلى اسكندرية يجب عليك أن تزور المكتبة. هل ده إلزام واختيار؟ مفيش فيه بالنسبة لي حل تاني؟ ولا دي نصيحة قوية؟ ولا you will visit بكلام على حاجة في المستقبل هتحصل؟ طبعا من وجود كلمة it's amazing أو الفريز it's amazing مع when you go to Alexandria لما تعبر فبديك نصيحة إن في حاجة دي ممتعة وهتتبسط أنت بيها، فبستخدم النصيحة قوية باستخدام must. طب ليه ما خدتش need؟ لأن need محتاج بعدها to. You need to visit. بس حتى ولو مش هينفع لأني have to أو need to بيجوا مع الأمر الذي ليس لدي فيه اختيار، لكن must بتيجي برضو مع الضرورة ولكنها بتيجي مع النصيحة القوية. مثال كمان you space wash the car, the man at the garage will wash it tomorrow. هنا إيه صح إن أنا أعمله في الجملة بتاعتي؟ لما أقول لك you mustn't wash the car, you can't wash the car, you might not wash the car, you needn't wash the car, the man at the garage will wash it tomorrow. الرجل الذي في الجراج أو العامل في الجراج سوف يغسل هذه السيارة غدا. يبقى هنا هل أنا مضطر أعمل الحاجة ديت؟ طبعا لا. طب هل هنا ممنوع mustn't you mustn't wash the car هيترتب عليه ضرر؟ طبعا لا. You can't wash the car ما يستحيل لا أقدر أن أنا أغسلها ما تنفعش. يبقى الإجابة الصحيحة هنا needn't. واستخدمنا needn't لأن تعبر عن الضرورة. وبفكركم تاني زي ما قلنا في أول حلقتنا النهاردة إن needn't بيجيش بعدها to. اتفقنا؟ بكده نكون وصلنا إلى نهاية حصتنا النهاردة والحمد لله أنهينا مع بعض يونت 1. If you have any questions write your question in the chat box. لو حد فيكم عنده أي سؤال أو أي استفسار عن يونت 1 وفي أي حاجة لسه مش واضحة بالنسبة لك يا ريت تكتبها لنا في الشات بوكس. سعدت بلقاء معكم اليوم مستر محمد درويش وإلى اللقاء في حصة جديدة إن شاء الله الأسبوع القادم مع بداية يونت 2. Goodbye.